دلوقتي بكل ظرف مصيري بتلتقى العيني تتقرر الخطوات اللي لازم تتاخد. القرار إلنا ومجلس الشعب بلش ياخد قراراته. يا شعب لبنان عم نلتقى اليوم ونحن محاصرين، وشو هالخجل انه محاصرين من جيش منحبه ومنريد يفتح الطرقات ما يسكر المعابر. ليكو لوين وصلوه انه يحاصر شعبه ويذله، وهيدي ما صارت ولا مرة بتاريخ الشعوب، انه يلبسوا زعران ثياب الجيش ما يوسخوله سمعته تتكمل المؤامرة. يا شعبنا اللي ما بيموت هون جيشنا شرفنا وكرامتنا وبيبقوا نحن معه. وصارنا 16 سنة ناطرين جيشنا الهونيك يجي بثياب العز مش دور القتلونا وجوعونا وحرقوا بيوتنا وهجرونا، ناطرينه ضد الفساد والنهب والخيانة مش ضد شعبه اللي تحدى الموت ليبقى حر. يا شعبنا الحر من هون من هالبيت اللي صار رمز الحرية والعنفوان، نسأل نحن وياكن وين العالم الحر وشعب عم بجوع؟ وين بدرك الطاقية والمشي وولاده محاصرين؟ ومنسأله هل صاروا الزعران والعملاء ولاد البيت والأوادم والأحرار برا ولازم يجوعوا ويتبهدلوا بالناس؟ صاروا النعس لعني لشعبهم؟ وين المطرين؟ بدهم يكونوا مطرين على شعب العبودية أم على شعب الحرية؟ وين المطرين؟ أو الكل بدهم يكونوا مطرين على شعب العبودية أم على شعب الحرية؟ وين الصحافي؟ أو الكل مش هون؟ وين شعب أنطون عادي وكمال جملاس وبشير شمير؟ وكمال شمعون وموسى الصدر وطاني فرنجي وناسم القادري؟ وين الضمير؟ واحد متآمر وعميل مثل ألبير منصور بيقول لأطبائنا الشرفة اللي بيموت يموت مفراني معنا، وبيتهم الصليب الأحمر اللبناني رمز التضحية والوفاء انه بيهرب حشيشي. ولو لحد هون صارت عفاف تحكي عن العفة والعالم كله بيزعف لها. يا هراوي يا حط يا دلون يا خازن يا سعادي يا رزق يا منصور، وين بدكن تروحوا؟ ما خليتوا شي بيتدفع فيكن، نهبتوا خزينة الشعب، قطعتوا عن ولادة عيشوا، حلفتوا العصابات ضد الدولة، واليوم عم بتحاصروا وتجوعوا مليون انسان. بشلتوا لكن تراب وما بننزل، بنموت وما بنرجع، نحرق حالنا ولا بنستسلم. التاريخ ما بيرحم والشعب ما بيرحم، لكثير راح وما بين الأنين والإهتياري.